وفي تصريح خاص لمركز الأخبار بتلفزيون البحرين، أكد السيد براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران ورئيس مجموعة العمل حول إيران، أن مملكة البحرين شريك فاعل للولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد العلاقات بين البلدين مرحلة مميزة في ظل شراكة استراتيجية تشمل المجالات كافة. شرف كبير لي التواجد هنا في البحرين وتحديدا في هذا المركز البحثي للحديث عن العلاقات المتميزة بين الولايات المتحدة والبحرين والتهديدات المشتركة التي نواجهها كحلفاء. هذه فرصة مميزة للحديث عن شراكتنا لمواجهة التهديدات الإيرانية الإرهابية وأنشطتها الخبيثة في المنطقة. مملكة البحرين شريك فاعل ومميز في استراتيجية الولايات المتحدة الجديدة للتعامل مع تهديدات النظام الإيراني. هنا في البحرين عمل النظام الإيراني في الفترة الماضية على تقويض الهوية الوطنية وإنشاء صراعات طائفية. الولايات المتحدة تقف مع البحرين في مواجهة هذه التهديدات، وقد تمكنا عبر شراكتنا الاستراتيجية من مواجهة هذه المخاطر الإيرانية والقضاء عليها تماما في البحرين.